السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في الطب. النهاردة هنتكلم عن موضوع تأخر الإنجاب، ولما بنتكلم عن موضوع تأخر الإنجاب دايما بيتقال إن الست هي السبب إن تأخر الإنجاب أو بيقلل الفرص أو إن الطفل ممكن ما يحصلش إنجاب في أول الجواز أغلب المشاكل من السيدات، لكن إحنا هنتكلم المرة دي عن تأخر الإنجاب عند الرجال اللي هو بمعنى أدق أو لو له تعريف يبقى هو تقليل فرص المرأة اللي هو للإنجاب ولإنجاب الأطفال. قالوا إن حوالي تلت حالات بعد الجواز بيكون السبب في تأخر الإنجاب الرجل، فطبعا كتير منا بيرفض ممكن يكون الإحصائيات ديت وبيتكلم إن السيدة هي بيبقى عليها العامل الأكبر، لا عند الرجال بيبقى فيه نسبة وفيها إحصائية بيكون تلت العدد ده. طيب إحنا ممكن نقول أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال ممكن يكون أسباب كتيرة، منها ضعف الحيوانات المنوية في عددها في حركتها في مدى قوتها في ضعف الانتصاب ومشاكل جنسية ممكن يؤدي لضعف الإنجاب أو تأخر الإنجاب عند الرجال. طيب هل تأخر الإنجاب عند الرجال ده له علاقة بالسمنة أو الأسباب اللي أنا ذكرتها ديت؟ ده الكلام الجديد أو الفكرة الجديدة اللي احنا عاوزين نعمل لها ربط في الحلقة ديت، لأن السمنة مش مشكلة بس علاقة أنها شكل الجسم بيبقاش مناسب، المشكلة مثلا بيأثر على مشاكل في المفاصل مشاكل في الركبة مشاكل في المشي، أمراض كتيرة معروفة أمراض زي الضغط والسكر والقلب السمنة عليها عامل. احنا عارفين طبعا السمنة ما بقتش مجرد عرض، السمنة بقت هي مرض ويمكن هي داء العصر. طيب هل هي لها علاقة التغذية ديت والعادات الغذائية الخاطئة واللي بتنتج عنها سمنة بشكل مبالغ فيه عند الرجال هنا تحديدا، هل لها علاقة بتأخر الإنجاب؟ هل علاقة بضعف الحيوانات المنوية وبعددها وبتبقى أقل قوة وأقل نشاط؟ هل هي علاقة بضعف الانتصاب وممكن نقول قلة الخصوبة؟ وهل التغذية عليها عامل؟ طبعا السمنة عليها عامل. طب لو قلنا حتى السكر والضغط والقلب هل له علاقة بتأخر الإنجاب؟ أيوه له، ما هو السمنة ممكن تؤدي لضغط وسكر والضغط والسكر بيؤدي إلى تأخر إنجاب ومشاكل عند الراجل زي الأسباب اللي أنا ذكرتها. أنا رأيي أن الحلقة النهاردة هي حلقة مختلفة عشان إحنا ربطنا بالموضوعين مهمين، تأخر إنجاب وتغذية لما بتبقى غير سليمة بتؤدي لسمنة وبتؤدي لأمراض العصر وللأسف هي موجودة حوالينا. طيب أسئلة كتيرة زي ما أنا ذكرتها بالعلاقة بالأسئلة اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة. طيب هل في ممكن يكون منتج أو في منتج يكون فيه مجموعة من العناصر الغذائية اللي ممكن تتوفر لحاجات ما تؤديش لتأخر إنجاب وتؤدي إلى ضعف حيوانات منوية أو يؤدي إلى مشاكل بيعاني منها الراجل؟ ده اللي احنا هنشوفه في خلال إيه حلقتنا الأول، بس احنا ما لقيناش أحسن نتكلم عن الموضوع ده من خلال الربط بين السمنة وبين تأخر الإنجاب غير طبعا استشاري ومتخصص في علاج السمنة والنحافة اللي هو ضيفي ومشرفني النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد سعيد الخولي استشاري علاج السمنة والنحافة بمستشفيات القوات المسلحة. نرحب فيه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا الجمهور. اهلا بحضرتك. طبعا احنا بنتكلم في موضوع كبير قوي قوي قوي. انا عجبني الربط. يهم الشعب المصري جدا، اصل انت لازم عشان تربطي حاجه بحاجه لازم الناس تعرف انت هتصرف ده فين او ده بيرتبط بايه. موضوع الانجاب بقى مشكله كبيره جدا وبيعمل تفككات اسريه كتيره جدا. طبعا. طب يا جماعه الانجاب ده ايه مشكلته؟ او انت يا دكتور احمد جاي بتتكلم ازاي عن الانجاب والكلام ده كله؟ لا ده الانجاب طلع ان هو ماسك او عامل زي الداء الاخطبوطي ماسك في حاجات كتيره جدا. بيأدي. منها السمنه، منها السكري، منها الضغط، منها الاكتئاب، والناس اللي بتتعالج من الاكتئاب كتير جدا. والاكتئاب مصادره كتيره، واحد تخين مش عارف يخس، واحد عنده مشاكل في الشغل، واحد كاله الدنيا مثلا، فهماني؟ فالموضوع بقى منتشر وسط الشباب. فاحنا جايين نتكلم فينا ايه؟ الانجاب عند الرجال. عند الرجال عايزين نقول الموضوع ده احنا ظبطناه عند الرجال، الموضوع 80% هتظبط. طيب ايه يا دكتور احمد انت عاوز تتكلم فيه؟ انا عاوز اظبط الانجاب دلوقتي باكبر حاجه عندي، في عندي حاجات زي المعسكرات كده. ايه المعسكر الكبير قوي اللي عندي؟ موضوع السمنه. طب السمنه طب خلينا بس معلش قبل ما نتكلم عن السمنه وعلاقتها، انا دلوقتي تاخر الانجاب عند الرجال ايه اسبابه؟ هو اسبابه امراض، نقول السمنه، وفي امراض زي ما قلت السكري، وفي امراض زي الضغط، وفي امراض زي الاكتئاب والحاجات النفسيه. تمام. القصه كلها انا عاوز اربط بهنا القصه بازاي اغذي الموضوع للانتصاب والحيوانات المنويه عشان تبقى اكثر صحيه. دايما المرضى اللي بيقولي انا بيقولي من دكاتره الذكوره. دكاتره ايه؟ الذكوره. اللي هو المشكله ان الراجل مثلا ايه، طب يا دكتور احمد ايه بيبعت لك الدكتور الذكوره؟ يبعت لي واحد تخين مش عارف يخلف،
طب هو امال التخن ومال الموضوع ده دكتور احمد؟ برضه ما انت مش فاهمنا، هو حضرتك دلوقتي الانسان لما يكون معدي ضعف الطول، يعني انت مثلا انا هقول لك كده عشان تفهمك، طولك 170 ضعف الطول، انت بالشعب المصري يجي يحسبها اللي هو 70 اللي هو فوق ال 100، طبعا ده حسبه الشعب المصري هيمشي معاك. هي طبعا مش حسبه، مش كده، في حاجه اسمها الادجستد بادي ويت وفي الايديال اللي هو الوزن الصحي والوزن ايه المثالي. احنا هنمشي على ال 70 بتاعتك دي، اللي هو نضرب 170 ده وزني 70، ناخد ال 70 دي نضربها في 2 بقت كام؟ 140. يبقى انا بتكلم من 140 لتحت ل 130 او ل 140 ل 150. الطائفه دي، الطائفه دي مشكلتها ايه بقى؟ ربنا عامل حاجه اسمها الخصيه، دي خارج الجسم عند الرجال، الخصيه دي هي مصنع طبعا الحيوانات المنويه. طب هو قبل ما اتكلم على الموضوع ده، هو دكتور احمد الحيوانات المنويه الطبيعي كام؟ الطبيعي 40 مليون حيوان منوي في الملي متر واحد من السائل المنوي. ناخد بالنا في حاجه اسمها الحيوان المنوي وفي حاجه اسمها السائل الايه؟ المنوي. المنوي الحيوان المنوي لازم يبقى فيه سائل بيعوم عشان يوصل بعد كده للمغزى بتاعه. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول القصه بتاعت السمنه، ايه القصه بالنسبه لي في الانجاب بقى؟ هو حضرتك دلوقتي لما تبقى تخينه مش بتيجي تلاقي ان واحد يجي يقول لك ايه ده انا عندي جلد اتشد اتمط، بيلاقي حاجه زي ايه؟ استرايه بيضه كده من كتر زي كانك بتشد بنطلون اتفزق. في القانون ده انت عندك ايه؟ استرايه بيضه. طيب خلاص مط الراجل ومش لاقي بقى حاجه شدها تاني، هشد ايه؟ هشد خصيته. تمام. طب ربنا خلق الخصيه بره ليه؟ عشان تبقى بعيده عن حراره جسم الانسان. اللي هي تبقى 35 درجه. جسم الانسان كام؟ 37 درجه. يبقى انا لما اجي اتخن الانسان ده، الراجل ده لما يجي يتخن يقوم ساحب من الجلد الخصيه، يقرب المصنع بتاع اللي هو الحيوانات المنويه او السبيرمز بالانجلش لايه؟ للجسم. يبقى درجه الحراره تعلى. طبعا ايه اللي يحصل هنا في الحيوانات المنويه؟ تبتدي تقل وتموت، ان هي خلاص حرارتها زي كده. اي حاجه في الكون ليها طبيعه، انت درجه حرارتك لما بتزيد نص درجه بتقعدي في السرير مش قادره تتحركي. يبقى انا بقول الحيوان المنوي عشان اديله طاقته يبقى انت لازم تخس. دي اول نقطه، دي بتكلم على مرضى السمنه. يبقى انا هنا بتكلم على مرضى السمنه اللي انا كده بقرب المصنع بتاعي اللي هو الخصيه للجسم، يبقى انا خدت حراره عاليه. طيب تاني نقطه، الخلايا الدهنيه اللي عند حضرتك بتزود الحراره. الخلايا الدهنيه ايه؟ بتزود في منطقه الخصر وفي المنطقه الاسفل بتزود الحراره، وكمان المنطقه السفليه بتزود الحراره بتاعت ايه؟ اللي هي الخصيه نفسها اللي هي مصنع الايه؟ الحيوانات المنويه. فتيجي تلاقي ان في حيوانات منويه تموت وفي حيوانات منويه تتكاسل، وتيجي تحصل ايه؟ كل العدد. يبقى انا مش هلاقي ال 40 مليون دول. لما باجي انا اقول انا عاوز اعمل تحليل حامض اللي هو الحيوان المنوي، بشوف العدد، الاقي العدد فيه مشكله، يبقى فيه مشكله. ايه مصدر المشكله؟ الانسان قدامي عنده سمنه، يبقى ده مصدره، لازم تخس يا ابني عشان يتعدل الموضوع. عشان كده تلاقي الناس مستغربه مثلا بيروح لدكتور ذكوره يجي لك سمنه. يبقى انا بقى بتكلم فيه بقى هنا، بصي بقى، يبقى بتكلم ان الموضوع هنا لا، ده انت ممكن ما يكونش في عرض مرضي في الموضوع الخصه نفسه، لا ده انت العرض المرضي انت اللي متسبب فيه. طيب ليه بقى؟ في حاجه تانية الناس بتصاب بيها. طب السمنه ممكن تعمل لي ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها سكر درجه تانية. طب السكر بيعمل ده؟ السكر يعني ادل سبيل من السمنه على موضوع الانجاب ومشكلته في موضوع الانتصاب. السكر، يبقى السكر ده انا شوفي ده خارج من السمنه على السكر. طب ليه يا دكتور احمد؟ هقول لك. هو دكتور احمد ممكن تعرفنا بس كده، واحد يقول لي يعني ايه سكر؟ عشان بس اعرفك يا سكر. حاضر. ايه السكر ده بقى؟ يعني نقص او عدم افراز او عدم الاستفاده من هرمون اسمه الانسولين الذي يفرز من جزر الرانجر هانز، مش في المحيط الهادي، بالبنكرياس. خدتي بالك؟ طيب عندي السكر درجه اولى ودرجه ثانيه، حلوه قوي. الدرجه الثانيه اللي هو مريض السمنه جاله سكر، يبقى هو كمان الحيوانات المنويه هتبقى ضعيفه. ضعيفه؟ لا، ده كمان بيزود الطينه بله زي ما بيقولوا كده، الانتصاب بيقع، ان ضخ الدم في العضو القضيب وقف. يعني كل مريض سمنه يا دكتور بيبقى يجيله ضعف في الحيوانات المنويه؟ ممكن حد يسمعنا يقول لك ما انا مريض، أنا يعني عندي سمنه وبخلف وزي الفل وانجب. حلوه اللحظه، حلوه اللقطه دي. انا لو قلت في اول الحلقه قلت لك ايه؟ ان انا باخد دبل او في 2 الطول، يعني انت مثلا طولك 170، يبقى انت 70 كيلو في 2 بكام؟ 140. يبقى انا بتكلم على 10 تحت 10 فوق، اللي هو في النطاق ده من 130 ل 150. ليه بقول في 70 في 2؟ احنا بنسميها عندنا في 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 في, في, في طب التغذيه العلاجيه اللي هو السمنه المميته. عديتي الضعف اسمها السمنه المميته. حتى عندنا في العسكريه لو انت عديتي الضعف حضرتك بره الجيش. طبعا ما بتخشش الجيش، لازم تخس. فاهماني ليه؟ اللي انت حضرتك لو دخلت جوه هتتكل على الله هتموت من التدريبات.
فانت لازم تنزل. عشان كده لما بعدي الضعف دي نقطه، فلازم اخس. يبقى انا بتكلم على اداء المرضي للسنه. يعني مثلا انا مثلا واحد طوله 170، لو جالي 100 كيلو لا مش دي مش هتعمله مشكله، لو 110 مش هتعمله مشكله. احنا بنتكلم على السنه المرضيه مش السمنه المفرطه. السمنه المفرطه الاوفر ويت يعني لا، السمنه المفرطه هي الاوفر ويت، لكن السمنه المميته اللي هي موربيد اوبيستي. السمنه المميته يعني ايه؟ السمنه المميته يعني انت ممكن تجيلك جلطه دهنيه تموت. يبقى انا بقول السمنه هنا بتفيد ايه اللي انا لازم انزل عشان خاطر الانجاب. طب السكر يا دكتور احمد، ما انت كمريض سمنه ممكن يجيلك سكر درجه ثانيه فوق ال 30 سنه، مرضى السمنه بيبقوا مهددين بالسمنه ايه؟ بالسكر درجه ثانيه. طب ايه مشكله السكر مع الرجاله؟ ضعف الانتصاب، ودي مصيبه. سواء حتى لو عنده مصيبة، حتى ممكن يقول لك انا مشكلتي في تاخر الانجاب، انا عندي اولاد، بس هيك مشكله اسريه ومشكله اجتماعيه هتعمل مشاكل. هي مشكله القصه. انت دلوقتي لو انت حتى سمنه 110 120 انت مهدده بسكر درجه تانية، يبقى لازم تنزلي. دي مش موبت اوبيستي، بس القصه هنا في السكري ايه اللي انا لازم انزل. عشان انت القصه انت مش بتقصف وخلاص، انت عاوز يبقى في راحه نفسيه في الحياه الزوجيه. تمام. لكن انت حضرتك لما يكونش في القضيب بيقف، دي مصيبه. يبقى انا لازم اعالج هذا المصدر السكري درجه ثانيه. طب السكر درجه ثانيه بتعالج ازاي يا دكتور احمد؟ عن طريق تظبيط التغذيه العلاجيه. عند ناس متمكنه في الموضوع ده، اطباء تغذيه محترمين بيعملوا الكلام ده كله. يبقى انا بتكلم ان السكر بيأذي الانجاب، اللي هو مشكلته في القضيب نفسه، ان هو بيقلل ضخ الدم للقضيب. عشان تضخ القضيب ده الدم في القضيب زيه زي البالونه. انت انا بمثلش عشان الناس تفهمني، انت بتنفخ بالونه بتتنفخ، مفيش نفخ، البالونه نايمه. يبقى انا عايز اتكلم في ايه؟ اللي انا بضخ دم للعضو الذكري. الله ينور عليك. عشان كده اللي انا ايه، يبقى القضيب يعني يحصل له انتصاب لمده طويله. السكري بيمنع الكلام ده او بيعكس الكلام ده، والناس بتوع السكر عارفين الكلام ده. فبيؤدي لضعف الانتصاب، وبيؤدي بالاضافه لذلك لضعف الحيوانات المنويه من حيث العدد والقوه والحركه. طيب انا ما بقول ده السكري، افرضي مثلا واحد عنده سكر درجه اولى، درجه اولى يعني مولود بيه ماشي وما عندوش سمنه، طب هو عنده مشكله في الانتصاب طول حياته، لازم هيروح لامراض الذكوره عشان يتعالج. انت فهمتيني؟ طب انا عندي مشكله ايه في التغذيه العلاجيه؟ اللي هو السكر درجه ثانيه، اللي هو تسببه بسبب السمنه. يبقى انا لازم اعالجه عشان موضوع الانتصاب، عشان موضوع ضخ الدم في القضيب. خدتي بالك؟ والسمنه زي احنا فهمنا هي بتقرب الايه؟ الخصه ناحيه الجسم، بتاخد درجه حتى وتموت الحيوانات المنويه. فانا لازم اعمل الموضوع ده، اظبطه للمريض. عشان كده في الحاجات دي لازم وانا بديله الكلام ده اظبط له مصدر عشان ده يجيب نتيجه. والضغط يا دكتور الضغط وعلاقتها برضو ليها علاقه بتاخر الانجاب؟ طبعا مرضى الضغط ده بيبقى مشكلته مشكله. هو ضغط الدم واحد يجي يقول لك هو الطبيعي 120 على 80، لا، الضغط الدم مرتبط بالسن. يعني واحد عنده 50 سنه يجي يقول لي انا 145 على 90، انا كده ضغطي وحش، لا ضغطك كويس. ان هو بيتحسب مقابل لايه؟ السن. طبعا في تغذيه بتعلي الضغط وفي تغذيه بتوطي الضغط، بس الضغط هنا انا بظبطه ليه؟ علشان لازم اظبط ضخ الدم في القضيب. خدتي بالك؟ اللي هو انتصاب العضو الذكري. فلازم مريض الضغط بالذات ضغط الدم الضعيف اللي هو بيبقى هايبوتنشن، اللي هو ضعيف، لازم ده يظبط عشان بيبقى مشاكله كتير. ضغط الدم العالي بيتظبط بالتغذيه، وده يستحب عن الادويه. عشان الادويه طبعا ما اكثرها اللي بياخدها بيدمنها ما بتخلصش معاه. ده بيؤدي لمريض الضغط الدم العالي، بيؤدي الى تاخر الانجاب، بيؤدي الى طريق مريض الضغط العالي بيأخر الانجاب، بس مريض الضغط الوطي هو اللي ايه اكتر. علشان خاطر الضغط العالي هو ممكن يعمل انتصاب، بس احنا بنحاول نقلل الضغط شويه عشان ما نعملش مشكله ليه هو في الايه اعضاء جسمه كلها على بعضها. احنا بنتكلم ان الضغط الدم ده انا بحاول اظبطه علشان يدي للقضيب اللي هو الضغط بتاعه المظبوط. ضغط الدم الواطي هو المشكله هنا. لازم بيعلى او يتظبط عشان خاطر يعمل موضوع ايه الانتصاب المظبوط. خدتي بالك؟ طيب في حاجه، في عرض تاني بسبب الانجاب اللي هو ده الاكتئاب. الناس معظمها دلوقتي بتاخد ادويه اكتئاب وبتروح لاطباء نفسيين والحاجات دي كلها. طب ايه المشكله؟ هو حضرتك دلوقتي لما انت يكون بالك مشغول او الراجل باله مشغول، هل هيعرف يعمل اي حاجه مع مراته؟ لا، العلاقه الحميمه هتتاثر طبعا. الموضوع هياثر على اساسا ان المخ هو المايسترو. يعني مثلا ما يجي واحد، يعني ايه مخ هو مايسترو يا دكتور احمد؟ هو مثلا عاوز اقول حاجه، واحد يقول لك القلب بتاع الحب، لا القلب مش بتاع الحب، المخ هو بتاع الحب. القلب ده بالنسبه للطب هو بتاع الحب عندك، لكن القلب بالنسبه لنا ترومبه. ترومبه ايه؟ اللي هو بتضخ عامل زي ترومبه الميه بتلوي الارض الزراعيه، فاهماني؟ فده ترومبه. فانا بتكلم اللي هو الحب بالمخ، كل حاجه بالمخ. عشان كده لما بتحصل مشكله في المخ كل حاجه بتقف. ده المايسترو، ده الاساسي. يبقى انا بقول دلوقتي لو انت عندك حاجه مشكله نفسيه بيأثر على ضعف الانتصاب، عندك ستريس، عندك مشكله، لازم تفصل
عشان تشوف حياتك ان الموضوع، عشان موضوع الانجاب ده، وموضوع الموضوع كمان اللي انت الانجاب، والموضوع اللي هو الراحه الزوجيه، الحياه الزوجيه تمشي. ما انت عندك مشكله الاسره المصريه دلوقتي، مشكلتها مشكله كبيره بسبب الموضوع ده. الموضوع ده مهم جدا، بيأثر على كيانات كتيره. لو انت ظبطتيه في الرجال اكتر، هتيجي تلاقي الموضوع انت عدلت الكفه شويه. انت خدتي بالك ان معظم الموضوع اللي هو تدهور الاسره المصريه بسبب ده، مشكله في العلاقه الحميمه، وغلط بمشاكل نفسي، مشاكل خلافات بين الزوجين، بتقول لك انا عندي مشكله مش عارفه مش عارفه اعيش كده. خدتي بالك؟ يبقى انا لازم اظبط مين المصدر، الراجل. يبقى انا قلت هنا ظبطت السمنه، شفت مرضى السكري، مرضى الضغط بالذات الضغط الواطي اللي هو الهايبوتنشن، مرضى الاكتئاب والاسترس. طب في واحد يجي يقول لك انا ما عنديش اكتئاب، ما باخدش ادويه، بس انا برده مش عارفه اقوم بالعلاقه الحميمه، عشان حضرتك بالك مشغول. ما حضرتك لازم تفصل، او في مشاكل اسريه بين الاثنين، لازم تفصل. لازم افصل علشان خاطر لازم اركز. انت ما بتركزش خلاص، هتلاقي نفسك الموضوع ايه، مش هينفع. ده للمرضى مين اللي هم الاسترس. مرضى الاكتئاب لازم يعني بيروحوا للمتخصصين الطب النفسي، طبعا دول بيظبطوهم ليه تظبيط معينه اللي هم مالناش دعوه بيهم يعني، خدت بالك؟ وعلى كده ايه، بيبقى الموضوع بيتظبط اكتر. لكن انا مثلا احنا لينا ايه بقى علاقتنا احنا بمرضى السمنه، مرضى السكري، مرضى الضغط، ده كله بيتظبط. ده اللي بيجي لك يا دكتور. طيب احنا كده عملنا تعريفه للمشاهدين حتى علاقات الامراض ده بتاخر الانجاب وضعف الحيوانات المنويه وضعف الانتصاب وكده. طيب حد بيسمعنا كده يقول لك ايه، طيب انا ايه، هل في اكل معين او عناصر غذائيه معينه؟ بقى انت جايه في نقطه عاليه قوي قوي. ما هي دي الاساس. بص يا ستي، واخدها تعمل لي تظبط لي الموضوع ده في ضعف الحيوانات المنويه والانتصاب او الاكتئاب، وتدخل عليا في حالتي تبقى اقل اكتئابا واقل مشاكل او حاجات زي كده. للاسف منتشر حاجات كتيره مش فعاله. في حاجات طبعا زي ما احنا عندنا دلوقتي ده فعال جدا ومصرح وزاره الصحه، وفي كميات كتيره جدا من المعادن اللي هو مهمه جدا. سيبرم اللي هو سبيرم برو. سبيرم برو. ايه القصه هنا بقى؟ لما انا، طب انا افهم الناس ايه المعادن اللي تهمني في الموضوع ده؟ انا فاهم الرجاله طبعا، ان الحلقه دي للرجاله، تمام، عشان تبقى يعني ايه عنطر يعني، خدتي بالك؟ يبقى انا بتكلم النقطه هنا اللي انا ايه التغذيه او ايه المعادن اللي انا بطلعها اللي تهمني، او ايه الاكل اللي طحمه اتجه ليه مع المنتج ده بس. بالظبط، احنا هنربط بقى بين الاكل وقبل المنتج ده كان ايه وبعد المنتج ايه اللي وفره له. انا ما اجي اطلع المنتج ده هفنطه، هناخد من المواد العلميه اللي موجوده جواه هنطلعه. هنقول فين في التغذيه ومين، وده يساعد ايه التغذيه في النقطه دي. صح. طيب نمسك اول حاجه الموز. الموز غني بمادتين مهمين جدا لمين؟ لصحه الحيوانات المنويه. ايه هما؟ اول حاجه فيتامين بي 6. تاني حاجه اسمها ايه؟ البرومالين. اسمعوني كويس، ماده اسمها ايه؟ البرومالين. دي موجوده في الموز. دي موجوده في الموز وموجوده في ده طبعا. طيب. البرومالين ده بيعمل ايه؟ اولا بيزود الانتاج بتاع الحيوانات المنويه، وبيزود الموضوع اللي عند الراجل اللي هو يحب الرغبه الجنسيه الموضوع ده يعني. انا مش عايز اقولها بالشكل ده، بس انا عايز اقول يعني الشهوه يعني. يبقى الموز. بس اجي اقول لك يعني اكل صباطه موز؟ لا، هتتخن. موزتين كفايه في اليوم. عشان في واحد يقول لي انا مضرب صباطه موز. صباطه موز ما انت هتتخن يا ابني. ان الموز يعتبر هو النشا الوحيد الرو اللي هو ني. انت بتاكل رز ني؟ تاكل بطاطس نيه؟ لا. هو الحاجه الوحيده اللي بتاكلها موز. يبقى انا بقول الموز غني بحاجه اسمها فيتامين 6، وحاجه اسمها ماده علميه اسمها ايه؟ البرومالين. ماشي. يبقى البرومالين بيزود الانتاج. طب انتاج الحيوانات المنويه. يزود انتاج الحيوانات المنويه. وانا بتكلم على العدد. ماشي. ضعف الانتاج. الانتاج. عدد. انا خدي بالك هحتك على الكلمه في كل حاجه. بالظبط. طب في ماده اسمها الارجينين. ايه الارجينين دي؟ الارجينين دي موجوده في اي اكل يا دكتور احمد؟ لا، مش موجوده في اكل للاسف. موجوده في عمك الحاج الموجود معانا دلوقتي ده اللي هو سبيرم برو ده. طيب ايه الارجين ده؟ دوله ايه يا دكتور احمد؟ الارجين ده نقطه مهمه جدا، اللي هو بيزود الانتاج، وتاني نقطه ان هو بيزود ضخ الدم للقضيب، ودي النقطه اللي تهم مين؟ مرضى السكري. صح. يتم مين؟ مرضى السكري. يبقى مرضى السكري يسمعوني كويس، الماده اللي تهمك اسمها الارجينين، او في الطب اسمها ال ارجينين. دي اللي موجوده في المنتج. موجوده في المنتج. طب دي فين في الاكل؟ لا، مش في الاكل. مش موجود لها اكل. اللي يجيب لك اكل ده اقول له الكلام ده كلام مش مظبوط، مفيش ارجينين في الاكل. الارجينين ده موجود فين؟ ال ارجينين موجودين في المنتج ده يعني، او ايه هو المصدر الاساسي بتاعي لضخ الدم. لضخ الدم في الايه؟ العضو الذكري في القضيب. يبقى ده انا بوجهها لمين؟ لداء السكري. شوف انا قلت الامراض الاول عشان الناس تفهم معايا. يبقى انا عشان انا اصرف لك، يبقى الداء السكري اللي هو درجه ثانيه ودرجه اولى، والهايبوتنشن اللي هو الضغط الواطي. تمام. طيب
ايه الماده العلميه التانيه اللي تمني؟ طيب ايه في الاكل التاني يا دكتور احمد؟ الطماطم. الطماطم اه الطماطم 70% بتؤدي الى ايه؟ الشهوه برضو، الرغبه طيب الجنسيه. فيها ماده حلوه كده، الله، الماده الحلوه دي قبل ما اقولها هقول حاجه كمان معاها، اللي هي ايه؟ في نبات اسمه الهيليون، لو الناس تعرفها. اسمه الهيليون، هو عامل فيها قمح وعامل فيها زي البسله كده، فاهماني؟ ده موجود في مصر؟ موجود في مصر، بالذات موجود في الشام، اسمه الهيليون. آه. الجماعه السوريين المنتشرين دول عارفينه، الهيليون. آه. الهيليون ده غني بماده ايه؟ بغني بماده مهمه جدا ليا، اللي هي فيتامين سي. طيب والطماطم غنيه بماده اسمها ايه؟ الليكوبين. الليكوبين. الاثنين بيعملوا ايه بقى للحيوانات المنويه؟ ايه بقى؟ مضاد للاكسده. مضاد للاكسده للحيوان ايه؟ المنوي. يبقى هو بيحمي الحيوان المنوي ضد الاكسده. معلش يعني ايه يحصل له ايه للحيوان الاكسده؟ عشان خاطر هو بالظبط، عشان يديله الحيويه بتاعته. اي والنشاط والحيويه. يبقى انا دلوقتي بحمي الحيوان المنوي بتاعي بايه؟ بحاجات ضد الاكسده. الطماطم، بس الطماطم لو تحمل كتغذيه ازود منها كفايه حبيتين يا حاج، خدت بالك؟ او يا حاج انا دلوقتي بكلم رجاله، صح؟ خدت بالك؟ انا على فكره معاك مش ضدك، على فكره بحاول اقويك، خدت بالك؟ صح. يبقى انا كده الطماطم ايه؟ مفيد، مفيده 70%. احنا قلنا بتفيد نقطه معينه، والماده العلميه الليكوبين دي بتفيد ايه؟ بتفيد معايا الاكسده، ضد الاكسده. معاها حاجه اسمها نبات الهيلوين، الهيليون ده. الهيليون ده السوريين الجماعه الشام هم عارفينه. لا مش هيبقى موجود عندنا في مصر، بس هو هيبقى موجود. هم السوريين ما جابوا كل حاجه، بس هيبقى موجود عندنا في المنتج. انا بقوله ليه؟ عشان انا شفته بعيني، انت فاهماني؟ انا مش بقول كده اي ده كلام. نبات بيتاخد ازاي يعني؟ بيتغلي مثلا؟ بيتطبخ، خدتي بالك؟ بس ما فيتامين سي. طب كل الحاجات دي موجوده في المنتج بتاعنا طبعا، خدتي بالك؟ بس المنتج بتاعنا ينفرد بالارجينين، اللي هو مش موجود في الاكل مش اصلا، مش موجود في الاكل اساسا. هتيجي تقولي مصدر الاكل، ما فيهوش، موجود في الاكل. جيب لي اي اكل فيه ارجينين، ما فيش ارجينين اللي بيقوي الانتصاب بس. المنتج انا بقول كل المواد العلميه دي موجوده في المنتج. طيب نيجي نتكلم بقى على حاجات تانية تغذويه موجوده في المنتج. ايه كمان؟ الله، الزنك. ده الزنك ده مهم، ده مهم جدا. لا وبالذات في الفتره دي كمان. طيب. خلوا مهم قوي الزنك، مهم للحاجات اللي هي الحيوانات المنويه، ومهم كمان لسقوط الشعر على فكره. بس مهم الحيوانات المنويه ليه بقى؟ في فرق بين سقوط الشعر والكراع على فكره، ده حاجه وده حاجه عشان الناس تفهم. طيب نتكلم بقى في الحيوانات المنويه. الزنك مهم ليه؟ الزنك هو اساسا اساس تركيب الحيوان المنوي، اساس تركيب الحيوان المنوي. انت من غير زنك هتركبي يعني؟ مثلا انا دلوقتي عايز اعمل كرسي من غير خشب، هركب معاه كرسي ازاي؟ هتعملي ازاي؟ خدتي بالك؟ المكون الاساسي الحيوان المنوي عربية الزنك. من غير بنزين هتمشي ازاي؟ يبقى انا عاوز الزنك. الزنك هو اساسا مركب الحيوان المنوي. طب ده يجي منين يا دكتور احمد؟ بيجي من حاجتين. بيجي مش من السمك يا حبيبي، اسمعني. طب اقول لك حاجه، مش من السمك. لازم نطلع فاصل دلوقتي عشان نشوق الناس، نعرف الزنك بيجي منين. واكيد في في انواع، في تركيبات تانية لسه. بس فكروني بالزنك يا جماعه عشان كلنا هنعرف، حتى عشان على الاقل للسيدات للشعر هيبقى مفيد. باذن الله اعزائي المشاهدين، فاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع الدكتور استاذ احمد سعيد الخولي، اتكلمنا عن المنتج اللي معانا وهنا ومزيد من المواد اللي هي فيه. بس ما تروحوش في اي مكان، فاصل وبعد الفاصل نتواصل. تعلن إدارة قناة الصحة والجمال للسادة المشاهدين بأنه قد قامت بتغيير ترددها الحالي إلى تردد 11833 عمودي. لذا ننوه عناية سيادتكم بضبط أجهزتكم من اليوم على التردد الجديد، مع تمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة. Thank you.
اللي ما كانش متابعنا قبل الفاصل احنا اتكلمنا عن تاخر الانجاب عند الرجال. ايه اسباب تاخر الانجاب عند الرجال؟ سواء كان ضعف انتصاب او ضعف او عدد في عدد الحيوانات المنويه، في مشكله خلل، وفي مشكله انها في عددها وحركتها وقوتها، وعلاقه ده بالسمنه اللي هو مرض العصر. لان للاسف ان السمنه او السكر او الضغط ده له علاقه بتاخر الانجاب عند الرجال، وعن حلم ان الاسره يبقى طبعا بينهم الاطفال طبعا، وده حلم اي حد بيبقوا مقدمين على الزواج حديثا. طبعا ضيف اللي مشرفني الاستاذ الدكتور احمد سعيد الخولي، استشاري علاج السمنه والنحافه بمستشفيات القوات المسلحه، عمل ربط بين الاثنين. واحنا معانا المنتج اللي معانا النهارده في كمان بالاضافه الى مجموعه من المكونات اللي هي بتادي وبتساعد يا دكتور ان هي موضوع تاخر الانجاب ده نتحكم فيه، وضعف الحيوانات المنويه وضعف الانتصاب وحاجات تانية كتير. وانت ما شاء الله اتكلمت في كذا حاجه، واهم حاجه الزنك. نكمل بقى في الزنك بالظبط. احنا الزنك ده معدن مهم جدا جدا، احنا قلنا هو صانع او هو صلب الحيوان المنوي، يعني الراجل اللي عنده نقص في الزنك الحيوانات المنويه مضروبه، بتتاثر جدا في التكوين. طب الزنك ده مصادره ايه بقى؟ اول مصدر ليه حاجه اسمها المحار، اللي هو ده حاجه سمكيه طبعا. ده المحار ده فيه كميه زنك عاليه جدا جدا، بتاخد ده لو تاخد على الاقل مره ومرتين في الاسبوع بيظبط الدنيا خالص. طب ايه الحاجه الثانيه بقى اللي فيها زنك متناوله؟ اللحمه الحمراء، اللحم البقري. اللحم البقري مليان ماده الزنك دي، طبعا دي كويسه جدا للستات حتى عشان شعرها، وكويس للرجال عشان خاطر ايه؟ عشان ستات، عشان موضوع تساقط الشعر. مهم جدا بقى للرجاله عشان اساسا هو معظم الزنك جاي من اللحمه الحمراء دي. هيجي يقول لك كيلو لحمه غالي، لا هنا مش غالي، جيبه يا اخويا، خدت بالك؟ جيبه، خدت بالك؟ عشان الزنك. والزنك ده من غيره كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده مش لازم. عشان كده الزنك ده كمان مهم جدا محطوط في العلبه دي. انت خدت بالك الزنك ده ايه موجود في المنتج ده، بس انت بتدعم ده مع ده عشان انت تدي اخراج كويس مظبوط، عشان يبقى الحيوان المنوي قوي او يتكون بقوه مظبوط. طب انت عمال تقول لي ان انا المكونات ايه اللي بيدي صحه للحيوان المنوي بقى؟ ماده اسمها، ماده علميه اسمها البيتا كاروتين. البيتا ايه؟ كاروتين. طب دي موجوده فين يا دكتور احمد؟ موجوده في الخضروات الملونه زي الجزر، الفلفل الالوان، موجوده في الحاجات دي كلها، موجوده كمان في كبده الفراخ وايه واللحم. البيتا كاروتين موجوده كمان في ايه يا دكتور احمد؟ موجوده في العسل الاسود. طب حلو في العسل الاسود ليه؟ يبقى انت بتاخد البيتا كاروتين من العسل الاسود وبتاخد الحديد يا مريض الانيميا. انت خدتي بالك من ايه؟ من العسل الاسود. يبقى انا عندي البيتا كاروتين، ايه نقطه البيتا كاروتين بيلعب في صحه الحيوان المنوي؟ يعني انا مش قصتي ان انا احطه او ادعمه بالزنك، لا انا لازم اخرج حيوان منوي قوي يبقى مدعم بماده اسمها ايه؟ البيتا كاروتين. ودي موجوده برده في الموضوع ده، حركته يبقى فيها نشاط وقوه، ما يبقاش ضعيف. الموضوع اللي هنا في المنتج ده الحلو فيه ان هو جامع كل المواد العلميه اللي انا بتكلم فيها دي. يعني انت لو انت بقى ما جبتش ده هتقوم تروح بقى اللي بتاع اللحمه وبتاع الخضار وكده، وتخرب بيتك يجيب لك بقى 2000 ونص و2000 جنيه ايه خضار وفاكهه ولحمه، ويخرب بيتك. يبقى انت عشان تعمل حاجه زوجيه بقى كده. لا بس الحاجه المدعمه ما بنداومش كمان، احنا ممكن تاكل يوم يومين طماطم وفلفل الوان عسل او حاجه، بس مش هتداوم عليه على طول. كان دلوقتي بقى انا عايز ادي صحه، يبقى بيتا كاروتين. شوف انا ما جبتش ست السمك لغايه دلوقتي، السمك ده انا سيبه في الاخر. يبقى انا كده الزنك يهمني في مكون الايه؟ الحيوان المنوي. صحه الحيوان المنوي البيتا كاروتين الموجوده في الالوان والجزر، الموجوده في الحاجات الملونه والعسل الاسود، وفي موجوده في الكبده كمان. تمام. طيب نيجي نتكلم بقى، لا انت عمال تقول المحار والسمك واللحمه والحاجات دي، وفين السمك يا دكتور احمد؟ السمك ده بيقول لك فيه فوسفور والحاجات دي كلها والكلام ده. الفوسفور والكلام ده كله جميل على راسنا، بس ملوش قصه قوي بموضوع الحيوان المنوي بالذات بتاعنا دلوقتي. ايه الماده بقى اللي تهمني في الحيوان المنوي ومين السمك؟ ايه هي بقى؟ مش الفوسفور. حاجه اسمها ايه؟ السيليتيوم. الايه يا دكتور احمد؟ السيليتيوم. خدت بالك دي ماده علميه في السمك. السمك غالي يا دكتور احمد، لازم اجيب سمك عشان السيليتيوم. خدت بالك البيض في السيليتيوم. يبقى انا كده ربنا بيوزع المواد العلميه على كل حاجه عشان الناس اللي مش عارفه تجيب سمك دي بتغذي الحيوان المنوي، تجيب الايه؟ البيض. السيليتيوم لا يقصر من العدد. تمام. يقصر من ايه؟ العدد، اخراج العدد بتاع الحيوان المنوي. ده مهم جدا. طب والبيض يا دكتور احمد فيه السيليتيوم بس، وفيه فيتامين بي 12. البي 12 مهم ليه ومهم برضه للامعاء. خدتي بالك؟ يبقى انا بتكلم السيليتيوم دي مهمه فين؟ موجوده في السمك، في الاسماك، وموجوده في ايه؟ في البيض. في واحد تاني يطلع كده يقول لك يا دكتور احمد هو جميع انواع الاسماك فيها السيليتيوم بتوازن. السمك جميع انواع السمك موجوده فيها ماده السيليتيوم بتوازن. مش هجيب سمك كل يوم ومش هاكل سمك او ما بحبش السمك. يبقى هجيب ده. يبقى هجيب المنتج بتاعي ده بقى. بالظبط. يبقى المنتج بتاعي ده ايه الحلو فيه بقى؟ ان هو نلم بقى للناس الكومبوننت كلها. يبقى انا عندي الارجينين،
اللي هو مش موجود في اي اكل موجود هنا. بيعمل ايه؟ معلش قول كل معلش الـ الارجينين بس حلو قوي. الارجينين مهم جدا ايه لاقصاء الانتاج وللايه ولضخ الدم في الايه في الـ في الـ في الايه في القضيب لمرضى السكري. تمام خدتي بالك؟ يبقى ده الارجينين. نقطه تانية موجود في حاجه اسمها ماده اسمها ايه البرومالين. البرومالين دي اللي في الموز موجوده على العلبه اهي. برومالين مهمه لايه؟ للشهوه وزياده الانتاج. طيب في نقطه كمان انا عاوز اقولها قبل ما نكمل. الميه مهمه جدا لحيويه الحيوان المنوي. صح. طب يا دكتور احمد المكسرات فيها حاجه للكلام ده؟ الجوز اللي هو عين الجمل. عين الجمل ده كل منه بس ما تاكلش منه كتير عشان ما تتخنش. يبقى عين الجمل ده ممكن ناخد واحده او اتنين، ده يصب في الموضوع ده لزياده انتاج الحيوان المنوي. يبقى احنا قلنا ايه الارجينين، قلنا برومالين، قلنا بي 6 كمان مهمه ده موجود في الموز، قلنا كمان الليكوبين اللي هو في الطماطم مهم جدا عشان موضوع الحيوان المنوي. قلنا كمان شوف انا بجمع كل الحيوان. قلنا كمان ماده ايه السيليتيوم اللي في الاسماك عشان زياده العدد والموجوده في البيض كمان زياده عدد الحيوانات المنويه. قلنا كمان ماده ايه كمان قلنا كمان ايه الزنك اللي هو الاساس اللي هو موجود فين؟ الموجود في اللحمه الحمراء ومرور المحار. خدتي بالك؟ طيب ال كل والهيليوم طبعا احنا قلنا فيه فيتامين سي وضد الاكسده. يبقى الطماطم، يبقى انت لو انت قسمت الموضوع هتلاقي كل مواد بتشتغل بكل واحد بزاويته. يعني انا عندي مكعب زي ده كده، انا كل واحد بشوفه بزاويته. نفس القصه في المواد العلميه الموجوده في ده. ده بيعمل انتي مضاد الاكسده، ده بيزود انتاج، ده بيلعب على العدد، ده بيلعب على الصحه، ده بيزود العدد نفسه. يبقى احنا بنجمع كل الموضوع ده بنصب هنا في المنتج. وعايز اكد على حاجه، المنتج كده يعني انا لو مشاهده وبتفرج انا ليا راي ان المنتج كده بالمنظر ده ايه، انا بعالج فيه سواء انا عندي ما عنديش عندي مشكله في الانجاب سواء بسبب الحيوانات المنويه او بسبب الانتصاب او اي حاجه، المنتج ده هيفيدني. انا عندي مشكله في العلاقه الحميمه مع زوجتي، انا خلاص مكتفي بالاولاد اللي عندي وربنا رزقني، بس انا عندي مشكله في ضعف انتصاب. ما هو اللي بيطلق هو ده، والعيال اللي بيطلقوا دلوقتي دي وفعلا نسبه الطلاق زايده. فانا لو عندي مشكله في العلاقه الزوجيه بشكل عام او في مشاكل فينا في العلاقه الزوجيه، فانت شايف ان حضرتك المنتج ده هو النقطه الحلو في المنتج ده ايه اللي هو تغذوي. منتج ايه؟ تغذوي. تمام. ملوش دعوه، مش دواء. انا عاوز بس اتكلم في ايه ده اللي انا ما بطلعش في اي حاجه، الناس فاهمه كده. ده منتج ايه؟ تغذوي مش دواء. اقدر اقول عليه مكمل غذائي مثلا؟ ممكن، بس ممكن؟ هو تغذوي اكتر. انا بغذي الحيوان المنوي بجميع الايه المكونات اللي موجوده في التغذيه اللي تفيد الحيوان المنوي ده. ايوه وشرحتها كل حاجه جايه منين واللي موجوده هنا. انت فاهماني؟ فلازم اكون انا فاهم الناس. الجنسيه لو عندي مشكله فيها يبقى انا بفهم. انا مش عاوز يعني هو الناس فاهماني فاهماني، بس لا مش عاوز اوضح يعني الناس تبقى فاهمه قوي. يا يعني الشهوه والحاجات دي كلها دي مهمه، هي الرغبه الجنسيه ممكن ما نقولش عليها. ما هو كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خدتي بالك؟ بس مع ده يبقى لازم يظبط كمان مصدر عرض المرض. لو هو سمنه، سكر، ضغط، اكتئاب، لازم يظبط المصدر مع الدكتور بتاعه. لازم خدتي بالك؟ لازم اظبط من هنا وادي من هنا. بالظبط. خدتي بالك؟ ما ينفعش انا اقول لك ايه، طب يا دكتور احمد انا مريض سمنه وعندي 150 كيلو، طب انا خدت ده ما عملتش حاجه. ما انت لازم تظبط المصدر. اسكان مصنع مولع، درجه حرارته عاليه، لازم تخس. ده بتكلم على اللي هو مريض السمنه 150 كيلو. صح. يبقى انت لازم تخس مع ده وتاخد ده. طب انت فاهماني؟ طب لوحده مش هيعمل حاجه. ما انت لازم تشيل المصدر يا ابني. صح. المصدر نفسه تشيله اللي هو السمنه، السكر، الضغط، الواطي لازم يعلى شويه يتظبط. عشان خدتي بالك؟ المريض الاكتئاب اللي بيفكر على طول، اللي عنده مشكله في اللي هو بيفكر هنا وهنا وهنا ده ما بيبقاش مظبوط في مشاكل اسريه بين الطرفين بين الزوج والزوجه. هي دي اساسا هو الصراحه دي مهمه جدا. ليه مهمه جدا للاسره المصريه؟ ان بسبب الانجاب الموضوع مش انجاب اكتر من ان هو كمان علاقه زوجيه. صحة أسرية. علاقه زوجيه نفسك. علاقه زوجيه لازم العلاقه الزوجيه تبقى مظبوطه. هتيجي تلاقي ان كل حاجه ماشيه مظبوط، لكن انا طالما في خلل في النقطه دي في الطرف، شوفي احنا داخلين في النقطه دي الخلل. يبقى احنا لازم نخش في النقطه دي عشان نعدل الكفه، عشان نظبط الكفه. يعني حتى الدوده ممكن ما يعملش مفعول. لا يعمل مفعول، بس احنا عاوزين نقول ايه، نظبط المصادر. بالظبط. خدتي بالك؟ لا في ناس بقى اللي هي بقى تيجي تقول لك ايه انا عاوز، طب في واحد بقى ايه سيبك بقى من المصادر، في ناس تيجي تقول لك ايه بتدلع، يعني تقول لك ايه طب احنا عاوزين نطور شويه، خد ده بيغذي. تمام. انت فاهماني؟ يخليك حاجه كويسه.
فتره الانتصاب تبقى اطول شويه. يبقى خليك كويس، مش عايز اوضح قوي يعني، بس الناس فهماني بقى، انت عماله توقعيني في النقطه. لا دكتور بص هقول لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم عن المنتج وعن مكوناته والحاجات اللي هو فيه، فاحنا عايزين نعرف اللي بيفكر يشوف. ما احنا طبعا لا هو طبعا هو مسجل، هو طبعا مسجل في وزاره الصحه، بس احنا بنقول عشان طبعا احنا بنحاول نوصل عشان نشوف الناس الاستخدامات، لان ممكن حد يقول لك انا ما عندي اطفال، مش عندي مش مشكله، ممكن يكون حد عنده مشكله واحده باللي انت بتقولها، ممكن ما يكون كلهم عنده مشاكل كتير. لا اللي ما عندوش مشكله دي بيبقى طبيعي جدا، بس هو ممكن يدعم بده. يعني انا بقول للناس اللي هي ما عندهاش امراض، هل انت ممكن تاخده؟ تاخده عادي، ان هو منتج. قلت ايه؟ تغذوي. يعني ايه تغذوي؟ يعني عشان الناس تفهم، يعني ليس له اعراض جانبيه، ملوش ولا اعراض جانبيه على السكر ولا مرضى السمنه ولا. مهمه يا دكتور، عايزين طيب بقى نركز عليها. يبقى مش اعراض جانبيه. شوفي انا جبت من الكلمه ان هو منتج تغذوي، خدتي بالك؟ يبقى انا كده المكونات فيه تغذويه، يبقى ملوش اعراض، ان هو مش دواء اتاخدت هتنفع ومش هتضر. مش هتضر لانه تغذوي. انت خدتي بالك؟ زي بالظبط كده الواحد بيجي يقول لك انا باخد الاوميجا 3، انا باخد الاوميجا 6، مش عارفه ايه فيتامين سي، ايه الفيتامين سي، انا باخد مش عارفه الفيتامين بي كومبلكس. وعلى فكره الشعب المصري يحب يمشي بالادخانه، حط دي في الادخانه معاك. انت اساسا ماشي بالادخانه في الشارع، فاهماني؟ يعني ايه العيان اللي يجي لي لو ما كتبتوش دواء يبقى مشكله، يبقى الدكتور ما فهمش حاجه، لازم تبقى معبيه وتروشته، فاهماني؟ فهو ماشي بالادخانه، حط دي في الادخانه، دي حاجه تغذويه هتفيدك وتفيد الموضوع ده. انا بتكلم طبعا حاجه دي موجهه للرجاله. طبعا انت فاهماني؟ فطبعا انا معاك مش ضدك في الموضوع ده، انا بقول لك هتفيد. انا بقول النقطه دي ان هي ما عندكش امراض، لا هتاخده لو حد عايز ياخده عشان تظبيط حاجات امور اخرى هو بالنسبه له عامل نفسي او عامل غير مساعد او عامل مساعد، دي بتفيده. طيب قبل ما نتكلم عن كورس العلاج ازاي تاخد المنتج وكم مره والكلام ده كله، انا بس حابه اقول حاجه. انا دلوقتي لو بتفرج، ايه اللي ممكن العادات اللي انا بعملها غلط في حياتي من خلال يعني انت من كتر ما اللي بيقول حضرتك طبعا في العياده، ممكن انا بعمل حاجات غلط بتؤدي الى المشاكل اللي انا بحكي فيها دي، ممكن انا امنع نفسي من كل الحاجات اللي انا واقع فيها دي. طبعا في التدخين ده مصيبه. التدخين ده بيأثر على الانتصاب وبيقلل الوقت، انت فاهمني؟ فالتدخين ليه بيعمل كده؟ ان هو بيعمل حاجه ما بيديش الدم الفرصه اللي هو يتضخ للايه؟ للقضيب بتاعنا فيه بطريقه مظبوطه، فبيأثر عليه. التدخين دي اول حاجه. مرضى السمنه اللي بياخدوا ادويه السكر عشان يخسوا بيأثر على الموضوع ده. ان في مرضى سمنه يقول لك انا باخد ادويه السكر بدون ذكر اسامي عشان اخس، بيأثر على الكلام ده، ودي عادات سيئه. ما بيجيلوش السكر بقى؟ ما بيجيلوش السكر، بس بتأثر على حاجات تانية. وبتأثر على خلايا البنكرياس. صح، عشان السكر بيخس. يبقى انا بقول للناس دي شايفيني اهو، ما ياخدوش ادويه السكر عشان يخس، ولا هتخس ولا نيله. خدتي بالك؟ ما تاخدهاش ما تعملش مشكله في حته تانية. في البنكرياس. وفي ايه؟ وفي مشكله كمان في موضوع ايه؟ الانتصابات والحاجات دي كلها. في عادات سيئه، الناس بتاخد حاجات مخدره على القضيب من تحت عشان خاطر تقول لك ان هو بيطول. ماده اسمها ليدوكين. ماده اسمها ايه؟ الليدوكين. دي منتشره، دي من العادات السيئه. والناس فاهمه عشان طبعا عارفين كل الكلام ده. انت فاهماني؟ ماده الليدوكين دي ما بتديش الشهوه اللي عند الراجل هو فاكرها، لا دي من العادات السيئه. طب ما احنا بنتكلم عن العادات السيئه. من العادات السيئه اللي هو ان انا احاول اقلل المكيفات، الشيشه، التدخين، اقلل شرب الحاجات المكيفات زي القهوه والشاي. كفايه عندك كوبايتين شاي وقهوه. ان الموضوع ده منها انت بتاخد صحتك وبتدي الصحه بتاعتك لموضوع القضيب، ومنها انت برضو متقلش نسبه الحديد بالتانيك اسيد اللي في الشاي، ومنها انت برضو التانيك اسيد والكافيين بيعملوا حاجه اسمها ايه، بيزودوا حاجه في تحليل الدهون، حاجه اسمها الاتش دي ال، اللي هي ايه يا دكتور احمد؟ اللي هي الشحومه البطنيه عاليه الكثافه، اللي هي بتعملك الجلطه الدهنيه لمريض السمنه. يبقى انا بقلل. الله، ايه اللي يثبت الكلام ده؟ تيجي تلاقي واحد قاعد على القهوه يشرب شاي وقهوه وقام جاله جلطه ومات. ده ما حطش السيجاره في بقه، ده ما حطش الشيشه في بقه، ما هو جاله جلطه من دي، اللي هو التانيك اسيد والكافيين زاد اوفر عنده، خلى فيه حاجه اسمها الاتش دي ال قلت، علاقه طرديه المفروض نسبتها من 40 ل 60 او 35 ل 55 تقل عن 35 لكل 100 مللي بلازما. انت كده في مشكله، في نجوس خطر، حاجه اسمها الجلطه الدهنيه. يبقى انت دي بتعاكس التغذيه للقضيب. يبقى انا احاول اقلل المكيفات، اشرب ايه؟ اشرب الحاجات العاديه اللي هي اللي جايه من النباتات زي النعناع، الكراوي، الحاجات دي كلها، دي كويسه جدا جدا، ومشروبات عاديه. يبقى بقلل المكيفات كعادات سريه. تاني نقطه، اقلل الاكل الدسم. الناس تموت تقول لك يا سلام بقى يا دكتور احمد، لو حته ليا كده مش عارف الحاجات دي بسمعها انا عندي في العياده بيجي لي جلطه.
الحته اللي هي ما اعرفش بيجيبها منين دي، فاهم، بتاعت الخروف دي، يقول لك مش عارف ايش تظبط الاكل. ما هو حضرتك انت بتزود، حلوه يا دكتور بس مش مع كل الاكل. هي حلوه بس انت بتزود الخليه الدهنيه اللي بتزود حراره ايه؟ الحيوانات الحراره الخصيه، الخصيه، فبتؤدي طبعا وفاه الحيوانات. فانا بتكلم اللي انا عاوز اقلل الدسم. عندي زيوت كويسه جدا، خدتي بالك؟ هو الزيوت طبعا يعني نحاول نبعد عن الشحوم المشبعه. يعني شحوم مشبعه اللي هي الزبده والسمنه، نركز في ايه؟ الزيت اللي هو مثلا ايه اللي هو البولي انساتيوتي فاتي اسيد، او اللي هو الشحوم المتعدده لا تشبع اللي هي زي زيوت الذره والعباد. يا جماعه نطبخ بالعباد الذره؟ لا، الذره لما بتطبخ بيه مسرطن. الذره يتحط على الاكل ني، زيت الذره يتحط على ايه؟ الاكل ني. ما نقليش حاجه على النار بالذره. زيت من الزيوت الحلوه زيت الـ 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 زيت الزيتون يتحط على الجبنه، حلو جدا ليك ويفيد جدا الموضوع بتاع الانصاب اللي هو فيتامين اللي هو فيه ايه؟ احنا قلنا في بي 6 موجود في الموز. وبي 6 موجود فين كمان؟ في زيت الزيتون. حلو قوي زيت الزيتون في الطبخ. الله. وزيت الزيتون بي 6 دكتور احنا بس الموضوع انصاب بس؟ لا، هو مهم لعضله القلب. يبقى هو بيفيدك هنا وبيفيدك هنا. يبقى في موضوع الزيوت انا يفيدني زيت الزيتون اللي انت لو حطيته ني يتاكل جميل جدا، زيت او خدت معلقه حتى على الصبح ريق. خدتي بالك؟ طبعا الكينج بتاع الزيوت اقوى احسن من زيت الزيتون كمان، الزيت الحار. الزيت الحار ده هو الكينج بتاعنا، ده هو التغذوي. الله، يعني ايه زيت الحار؟ ما تفهمنا كده، اللي هو جاي من بذره الكتان، اللي جاي من زيت بذره الكتان ده مفيد جدا جدا. ده بقى مفيد جدا بقى لعضله القلب والموضوع الجنسي وموضوع مش عارف اول سريان الدم في الجسم كله بقى. مش معناه ان اشرب ازازه معلقه، اصل الناس بتاخدها معلقه في اليوم، معلقه الموزه واحده او اتنين، انا بتكلم على الجزء واحده او اتنين طماطم، اي حاجه الجسم عاوز اتنين عشان ربنا عامل توازن في المواد دي. هتكتر هيتحدف في التواليت، ملوش لازمه. عشان كده لما احنا بنقول في المنتج هنا بنقول حبايه الصبح وحبايه بالليل. ليه؟ اللي انا خلاص خدت الماده بتاعتي اللي هي الكومبونه بتاعتها ما بين كل 12 ساعه، اللي انا الجسم عشان ادي فرصه للجسم اللي هو يستفاد. طب يا دكتور احمد، هو ليه ما اقول الحبايه كل 12 ساعه؟ ويعني ايه كل 12 ساعه؟ ويعني ايه تي دي اس كل 8 ساعات؟ ما تفهمنا النقطه دي. ما ده قانون الحاجه اسمها الفارماكولوجي او علم الادويه، اللي هو حاجه اسمها البايو افيبيلتي اللي هو انقصار وانشطار المادة الفعالة. دي علم ضخم جدا انا بحاول ألمه. انشطار المادة الفعالة اللي هو يقعد قد ايه، وحاجة اسمها الهاف لايف اللي هو انشطار المادة الفعالة، هو انشطاره بعد 12 ساعة. عشان كده بديك ايه؟ جرعة تانية. جرعة تانية عشان المفعول الاولاني يكون خلص، ندخل في المفعول التاني. يبقى المفعول التاني حاجة اسمها متعلقة بايه؟ بالانشطار الفعالية الدواء. عشان كده بقول لك كل 12. انت فهمتيني؟ عشان بوصل للناس يفهموا. ليه بقى انا بقول النقطة دي؟ ان الشعب المصري يقول لك ايه؟ الله ده بتاع حاجات دي يوم بلبع. يا حبيبي لا، كل حاجه ولها توازن. هو حبايه واحده كل 12 ساعه، اي حاجه بتزيد على حدها بتبقى فيها مشكله يا دكتور. كل حبايه اي دواء كده، مش ده بس، اي دواء له انشطار زي الانشطار النووي كده. انا بقول زي فاحنا بنقول ان الانشطار الدواء اللي هو البايو افيبيلتي، الانشطار الدواء اللي هو الهاف لايف في الطب عندنا معروف، اللي هو له ميعاد معين وينشطر، اللي هو كل 8 ساعات يبقى بينشطر بعد 8 ساعات، كل 12 ساعه يبقى بينشطر، يبقى فعاليته بتقل. عشان كده بتاخد جرعه ثانيه. طيب كورس اللي احنا قلنا حضرتك كورس العلاج مرتين. طيب انا مثلا عندي اي حد بيسمعنا عنده اي مشكله من المشكله اللي احنا قلناها ديت في حيواته المنويه او في ضعف الانتصاب او في الرغبه منتج تغذوي او في السكر او في الضغط او كده، هل انا مثلا تحت اشراف طبيب هيحدد لي جرعات معينه ولا انت شايف تحت اشراف طبيب دواء؟ لكن هو من غير اي اشراف طبيب هو ممكن ياخده عادي. ان هو سيف امن. امن عشان بقول تغذوي. بدل ما انت عمال تجيب منتجات اللي هي اسمها مكملات غذائيه مجهوله الهويه، جيب حاجه بتاعت وزاره الصحه معروفه احنا عارفينها كويس، تغذويه مش دواء. اللي هو مش دواء. وكل الجرعه اللي حضرتك قلتها اللي هي مرتين كل 12 ساعه هتنطبق على الدكتور. اي دكتور مفيش مشكله، دكتور تغذيه يكون ماشي معاه كويس، يبقى ايه يتابع معاه. ان الموضوع ده مهم جدا جدا. احنا قلنا الموضوع ده يتاخد لاصحاب الامراض وغير اصحاب الامراض عادي، عشان هو حاجه تغذويه نفس الجرعه. قلنا ليه كل 12 ساعه؟ عشان انا اتكلمت في الانشطار الدوائي للماده الفعاله. نحاول نبعد عن التدخين والعادات السيئه والمكيفات، خدتي بالك، والعوادم والحاجات دي كلها. نحاول نبعد عن الكلام ده خالص عشان ده بيأثر على الحاله النفسيه والموضوع بتاع الانتصاب نفسه. تمام. احنا دلوقتي ناقصنا تقريبا 5 دقائق او اقل. لو احنا حبينا نقول نجمل المنتج ده
كهو كمنتج يا جماعه انا بنصح بيه، او ان انا الاقي ان المنتج ده اللي عنده مشاكل في كذا في كذا في كذا ياخده، عشان هو في مكوناته زي ما انت حضرتك كذا حاجه مركزه كده، عشان حتى لو حد دلوقتي لسه فاتح وبيشوفنا يبقى انا مثلا عايز اقول ما حد يجي يقول لك انا مش عارف اجيب، انا عاوز اخد مواد معينه بس مش ما معيش فلوس اجيب مثلا سي لحمه او سمك او كذا او كذا، مع ان السمك موجود بكل اسعاره وخطيبات موجود، يبقى انا بقول ان المنتج ده بيساهم معاك ان هو يساعدك في النقطه دي. مريض السمنه والسكري ومرضى الضغط لازم تظبط المصدر مع الدواء ده، ما ينفعش انا اسدش البلاعه او لازم افك البلاعه عشان الميه تتصرف. يعني انت هتسد البلاعه تغرق، انت فاهماني؟ ما انا بفهمه، اصل هو يعني الناس لازم تفهمني، لازم يا ابني افك البلاعه، البلاعه بتاعتك فين؟ سمنه سكري ضغط اكتئاب، لازم اشد دي عشان انت تتصرف، صح؟ صح، ده الاساس. لكن انت عمال تقول لي انا باخد الادويه ما بتعملش حاجه، ما انت يا ابني لازم تحل المصدر. ايوه، حلينا المصدر يبقى انت بتاخد ايه الدواء بتاعك ده يساعدك، هيعمل المفعول اللي احنا بنقول عليه. يبقى اول نقطه اخس، او نقطه حل سكر، او نقطه حس ضغط مع ده هيجيب نتيجه فعاله. ان الجسم خد بالك بيحس بالعلاج المظبوط لاي داء. الجسم بيحس بالعلاج المظبوط لاي داء. في نقطه بقى انا بقولها لمرضى السمنه بالذات يساعدهم مع المنتج ده، انا بقول لكش ما تعملش حاجه اوفر قوي، انا عاوز ثلاث حاجات تعملهم. اول حاجه تبعد عن السكر الابيض، السكر الابيض ده هو السم الابيض في التغذيه، احنا ما بنقولش ملح، يعني غيروا ايه؟ غيروا باي سكر دايت او فراكتوز قليل السعرات الحراريه علشان نقلل وزن سعادتك شويه. طبعا. طيب ايه النقطه الثانيه اللي تهمني؟ التوابل. الشعب المصري يموت في الايه؟ في التحبيشه. لا، قلل التحبيشه شويه عشان بتعمل حاجه اسمها سمنه مائيه، او في لغه الطب حاجه اسمها احتباس مائي، اللي هي سولت ووتر ريتنشن، بحبس الميه، مش قصه في الميه الشعبي قلت طاس ميه براحتك، الشعبي علبه ميه 20 لتر ميه. لا لا، الميه لكن مفيده. القصه مش في ايه؟ احتباس الميه تحت الجسم. طب يعني يا دكتور احمد ما تفهمنا كده معلش النقطه دي، هو خلفان عيد الاضحى بشربوا ميه مالحه ليه؟ مش عشان توزن؟ البفتيك والبنين انت بتاكله ده بتقول طعمه حلو ليه؟ مش عشان دي عضله الحيوان تشبعت بالايه؟ بالتوابل؟ ما هو ده نفس القصه اللي بيحصل معاك يا استاذي. تمام، خدتي بالك؟ يبقى والنقطه الثالثه اللي تهمني ايه؟ المشي، اللي انا امشي كتير عشان اعرق، عشان اطلع املاح. دي بتهم جدا مرضى السمنه مع الموضوع ده. علشان اقلل وزنك شويه. يبتدي يقول لك انا لسه هعمل نظام غذائي بقى ومش عارف ايه حلني، لا انت ممكن تبتدي واحده واحده. لو احنا طبقنا الثلاث نقط دول في شهر هتلاقي ان جسمك حصل له خلل او اختلال في الوزن. هيبتدي يعمل لك نوع من التشجيع. ليه بقى؟ مريض السمنه المشكله بتاعت السمنه مش قصه هو مش ده عضوي فقط، ده نفسي. لما انت تحس ان الله ده انا البنطلون فك ازود الله اخس، اللي كنت بعمله هفضل اعمله تاني وتاني، ده اتحرك عليا. لا ده انا هكمل، هتشجع طبعا. يبقى انا بقول لك ثلاث نقط هيخلوا لك الحته دي عشان انت تبتدي تكمل. انا بزقك بالظبط، انا هزقك، فانت كده السمنه هتعالج، السمنه هتظبط جسمك. لو عندك مشكله في الانجاب هتتحل، تاخر انجاب او ضعف الانصاب او في العلاقه الزوجيه هيبقى في تحسن كبير. انا دايما بتكلم الناس، انا معروف عني ان انا ضد الادويه ضد العمليات الجراحيه في التغذيه، خدت بالك؟ عشان كده بكلم حاجه تغذويه، اللي انا بعتمد على علوم كتيره زي علوم التغذيه نفسها وعلم الاكوبنكشر اللي هو ابل الالماني في التخسيس، عشان ده علوم. فالتغذيه بالنسبه لي مهمه جدا. وليه انا عايزين نقول في الاخر ان احنا بنقول عندنا مكونات غذائيه جدا معروفه جدا دكتور نصح بيها، زي الطماطم والجزر والزنك والبيتا كاروتين وحاجات بتبقى موجوده الصحه بتاعت الحيوان المنوي. لكن احنا هنقول بس اجازا في المنتج في البيتا كاروتين. أيوة. في الارجينين، في السيليوم بتاع الاسماك، في الزنك، في الليكوبين بتاع الطماطم، في السي بتاع الهيروين، خدت بالك؟ في الارجينين اللي مش موجود في الاكل بالظبط، هو ده اللي بيميزه بالظبط، هو ده اللي بيميزه الارجينين. وكل ده في الاخر عشان علاقه تبقى علاقه في الاخر نفسيا، تبقى الصحه النفسيه. والله احنا عايزين، هو دي من اسباب نسبه الطلقات اللي كترت. أيوة، فدي هتلم، هيؤدي طبعا لمشاكل مشكله ثانيه بقى هتقل. دي مش معانا، احنا بنحاول نحل المشكلات الظاهره اللي حلينا. لو في لا قدر الله مشكله في تاخر الانجاب لاي سبب من الاسباب اللي احنا ذكرناها على مدار الحلقه، سواء في الحيوات المنويه او مرضيه، مرضيه احنا قلنا على الاربع امراض دول بالظبط، فاحنا هنحلها ونحاول بقى من خلال المنتج. استاذ الدكتور احمد سعيد الخولي، استشاري علاج السمنه والنحافه بمستشفيات القوات المسلحه، نورتنا وشرفتنا يا دكتور. انا بشكرك استاذ الجمهور، وانا سعيده جدا، وعاوزكم تكونوا استفدتوا يعني في الحلقه دي. لا انا ان شاء الله يكون استفدنا، انا شخصيا حسيت باستفاده، ان انا كنت بتكلم معاك كمان قبل الحلقه واحنا بنتناقش، عجبني الربط بين السمنه وبين تاخر الانجاب عند الرجال. هو كل حاجه لازم يكون ليها ربط، زي عيبه الكهرباء اللي ماسكه كهرباء البيت بالظبط. لا هي في ناس كتير بتفتكر ان السمنه دي ده عز، ده اكل، ده ملوش علاقه باي حاجه.
حاجه. والسكر والحاجات دي كلها كل حاجه ليها ربط. لا ممكن يربطوه بالضغط والسكر كمان السمنه، لكن ممكن تاخر الانجاب والمشاكل اللي احنا قلناها في ضعف حرارات منويه او تاخر الانجاب دلوقتي السمنه وبالذات الفاست فود اللي هو ما اكثر في الشباب بالذات لازم يبطلوا موضوع الفاست فود ده. فعلا اكل البيت يا جماعه احسن حاجه. فعلا نلاقي شباب سنهم صغير وعندهم سمنه مفرطه وعندهم فاست فود او الاكل اللي هو اللي بره في الشارع ده عباره عن دهون توابل بس، وده ضد كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. بالظبط، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. يعني انا متهيألي الحلقه كلها نصايح خاصه بالموضوع ده، واهم حاجه طبعا العادات الغذائيه سواء الصحيه اللي لازم نعملها اللي احنا قلناها في على مدار الحلقه، او لو عادات سيئه لازم الواحد يحاول يتجنبها، وان شاء الله يكون المنتج ده ينال اعجابكم. طبعا الارقام هتبقى ظاهره امامكم على الشاشه للتواصل لطلب المنتج هيجي لكم طبعا، وفي تحت اشراف طبي متكامل. ومن خلال اللي احنا على مدار الحلقه طبعا حاولنا نجيب اللي هو ايه مميزاته او ايه المنتجات اللي بتكون فيه وبتعالج ايه هي ايه الامراض اللي موجوده. اعزائي المشاهدين الحلقه النهارده خلصت، اتمنى ان شاء الله يكون معاكم في حلقه جديده. شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء.